يعني لو بننقل طفل من ابتدائي لاعدادي او من اعدادي لثانوي، ما بقاش طفل بقى شاب كده خلاص، ايه التهيئه النفسيه كمان؟ لان في بعض الولاد بيبقوا حاملين هم، مش عارفه بقى اذا كانت دي عدم ثقه ولا لا، اصل انا صحابي بيتنمروا عليا في المدرسه، اصل فلان السنه اللي فاتت كان بيضايقني وبيضربني في حوش المدرسه، وهكذا. فايه التهيئه النفسيه على المستوى الاجتماعي، يعني على المستوى العلاقات ما بين الأطفال بعضهم وبعض؟ مهم جدا ان انا اسمع للطفل الاول، نقعد نتكلم ونشوف ايه التشالنجز، ايه الحاجات اللي قلقاك وموتراك من دخول السنه الجديده، من غير ما اهمل المشاعر دي، اقول له ما فيش حاجه تقلق، ما فيش حاجه تخوف، لا، اقول له عندك حق انك تبقى قلقان، طب تفتكر نحل المشكله دي ازاي؟ صاحبك ده اللي كان بيتنمر عليك السنه اللي فاتت، طيب نقدر نتواصل مع المدرسه تبقى في كلاس تاني، نقدر نتكلم مع مامته، بيتنمر معاك علشان ايه؟ ممكن يبقى في اصلا في مشكله في الكوميونيكيشن، هو ممكن يبقى الولد مش قصده يبقى متنمر، بس هما مش فاهمين بعض الطفلين، فبالتالي انا لما اتكلم مع هزار تقيل بالظبط، فانا لما اتكلم مع ابني واقدر احط ايدي على المشاكل هنقدر نحلها مع بعض، واخليه يشترك معايا من وجهه نظره ونحلها ازاي، لان هو في السن ده هم كبار وفاهمين، وهيبقى اللي هو بيقوله الانبوت بتاعه حاسس ان انا اتدخلت في حل مشكلتي، ده يديله ثقه في نفسه اكتر ان وقت دخول المدرسه بقى هو يعرف يتصرف لوحده. طيب بالنسبة لأول يوم دراسة للطفل اللي ما دخلش مدرسة قبل كده، عارفة اللي هو بيبدأ أول يوم دراسة في حياته، بصي بلاقي يعني ولاد فرحانين قوي قوي لأن أمهاتهم بتفضل تلعب في خيالهم، والمدرسة دي حلوة أكيد هتلعب وهتلاقي صحاب، وفي ولاد بيبقى عندهم رهبة من أن أمهاتهم هتسيبهم وتمشي. صح. إزاي الأم تتعامل مع أول يوم دراسة لابنها أو بنتها أول يوم هيشوف فيه المدرسة في حياته؟ محتاجين نبتدي من دلوقتي قبل دخول المدرسة نمثل مسرحية في البيت كلعبة، يوم دراسي أنا التيتشر وأنت الستودنت، وتعالى مثل وريني الدور، فيطلع لي من طريقة تفكيره وطريقة أتيتيوده في التمثيل هو بيفكر إزاي، هو شايف نفسه كطالب في المدرسة إزاي، ونتبادل الأدوار، إيه خيالاته عن المدرسة، ونتبادل الأدوار، طب أنت المدرس بقى، طب أنت هتعمل إيه، طب إحنا اتنين أصحاب هتتعامل ازاي مع صاحبك ده في المدرسه. كل ما يبتدي يظهر من تمثيله وهو بيفكر ازاي، هبتدي انا اجايد بقى ان ده هو بيعمل كذا عشان قلقان، فابتدي انا احاول اطمن في الحته دي، الجزئيه دي فيها قلق اطمنه منها، فهيبقى واضح بالنسبه لي. لو هو مثلا طفل خجول مش هبتدي ابوش ان هو يخش في اكتيفيتيز مع مجاميع كبيره، كفايه انها تبقى جروبس صغيره لحد ما يطمن وبعدين نوسع السيركل، فكوميونيكيت مع المدرسه من اول يوم، انا لاحظت هو من الكلام الفترة اللي فاتت قلقان من كذا كذا كذا، ممكن نحلها ازاي؟ وصلت التواصل مع المدرسة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، مع المدرسين كمان بيبقوا فاهمين شخصية الطفل عن طريق الأم، اما هي عارفه ابنها في البيت ايه الحاجات اللي بتقلقه، ايه الحاجات اللي في طبيعته، وهو غصب عنه مثلا ما بيستحملش الصوت العالي، فلو التيتشر علت صوتها زياده بيبانك، فتبقى شويه حاجات بسيطه تريكس تقولها للمدرسه، فتبقى عارفه تتعامل مع الطفل جوه. عيني على المدرسه دي اللي بتشوف اول يوم في حياه الاطفال الدراسيه دي بيبقى عبء عليها، يا نجحت طول السنة طبعاً، يا عمل التوتر من أول يوم. بس هو مع الوقت، مع مرور الوقت بتبتدي هي كمان تحفظ الولاد، فده بيسهل عليها جدا العملية بقى جوه الكلاس، أما تبتدي حافظة هتبقى عارفة ده بيرتاح مع مين، ده بيرتاح في جروب إيه، ده لأ كده ممكن الولد يكش ما يرضاش يتعامل معايا، فهتبقى فاهمة البروسيس كلها، هتمشي بطريقة أسهل بكتير. عارفة بيعصبني قوي